هولندا، بلد الأبقار والأجبان ومنتجات الألبان، بلد الثروات الزراعية وبلد الطواحين التي أحدثت ثورة على مدار أكثر من 300 سنة من تاريخ الثورة الصناعية. هولندا أيضاً بلد الأزهار وبلا منازع، ففي هذا البلد تزرع الأزهار والورود وخاصة أزهار الخزامة التوليب، جاعلة من البلاد أحد أكبر مصدري الورود في العالم رفقة الجبنة الهولندية، وهي أحد أهم صادرات البلاد. وزراعة الزهور من أهم تخصصات الزراعة الهولندية، وتغطي زهور النرجس والياقوتين والزبانق منطقة الريف بين هارلم وليدن في شهري أفريل وماي من كل عام. الورد ثقافة قبل أن يكون أي شيء آخر، ويتحدد رقي أي مجتمع في الوقت الحاضر بتعدد استعمالات الورود في المناسبات المختلفة. ففي أوروبا يستخدم الورد في كل المناسبات تقريبا، من مناسبات الولادة إلى مناسبات الوفيات، في الزواج والتعارف، وفي تبادل الزيارات وأعياد الميلاد، إلى قمة هذه المناسبات ممثلة في مشاعر الحب. استخدم الورد منذ أقدم العصور، وأول من استخدمه هم الصينيون واليابانيون منذ أكثر من 2500 سنة لتزيين قصور الإمبراطور ومجالسه وغرف نومه. وبمرور الزمن انتقل هذا التقليد إلى الهند، ولكن لتزيين المعابد والأماكن المقدسة، ومن بعده إلى معظم مناطق العالم، لكن بنسب متفاوتة، إلى أن أكثر من استخدم الورد في الشرق الأوسط هم الأتراك. وفي أوروبا الفرنسيون الذين لم يكونوا يستحمون إلا نادرا، وبسبب الروائح الكريهة التي كانت تنبعث من أجسادهم، اكتشفوا العطور وأصبحوا الآن أهم المنتجين في هذا المجال. يوجد في العالم أكثر من 7000 نوع من الزهور والورود والنباتات الزهرية بمختلف الأشكال والأحجام والألوان، وفيها ما هو مستنبت من قبل الإنسان وما هو بري، حيث حاولت بعض البلدان استنبات الزهور البرية وحصلوا على نتائج مدهشة، كما فعلت هولندا حين دمجت بعض البويصلات الهجينة بالبويصلات البرية. لكن نجاحها الأكبر كان في مجال الألوان، إذ استطاعت استنبات زهرة سوداء، زنبقة سوداء، قبل 200 سنة أدهشت العالم، وكتب عنها الروائي الشهير ألكسندر دوماس رواية بالعنوان نفسه الزنبقة السوداء. يستهلك العالم سنويا مليار وردة وأكثر من 200 مليون نبتة زهرية تتوزع على أمريكا وأوروبا واليابان وبعض البلدان الأفريقية. وهناك بورصة للورود في هولندا هي الأكبر في العالم، تعقد فيها كل يوم أكثر من 70 صفقة تصل معدلاتها إلى ملايين الدولارات، وتدر على هولندا وحدها 50,000 دولار يوميا. تعتبر هولندا أكبر دولة مصدرة للورود، وتسهم في هذه التجارة في تنمية الاقتصاد الهولندي بشكل مهم للغاية، فلا يوجد في هولندا نفط وغاز أو كبريت، وكل ما لديها ورود وأبقار وصناعات خفيفة. ومن هذه المصادر استطاع الاقتصاد الهولندي أن يتطور بسرعة، بحيث أصبحت هولندا بلداً غنياً من تجارة الورود والأجبان. يزرع في هولندا مئات الهكتارات بالورود، ومن يشاهد المساحات المزروعة بالورود من الطائرة سيصاب بالدهشة، لأنها تبدو أشبه بلوحة فنية رائعة بألوانها المشرقة القوية الزاهية، أو مثل سجادة متعددة الألوان تمتد على مساحات واسعة من الأرض. بالإضافة إلى مزارع الورد في هولندا، فإن كميات من الورود المختلفة تأتي إلى هولندا من المزارع التي تستثمرها في كينيا وأوغندا وشمال أفريقيا. وتمتاز هذه الورود بنذرتها وغلاء ثمنها في بلدان أوروبا الباردة في الشتاء، وتشحن الزهور بطائرات خاصة إلى شتى أنحاء العالم، وغالبا ما تكون مجهزة بمبردات لحماية الزهور من التلف.
أما في العاصمة لاهاي فهناك حديقة كبيرة اسمها فيست بروك بارك، تمتد على مساحة عدة كيلومترات مربعة، تعد من أجمل الحدائق في العالم وتوصف بأنها قطعة من الجنة، تقام فيها مسابقة سنوية لأجمل وردة في العالم. تضم هذه الحديقة ورودا من كل بقاع الأرض، بعضها نادر جدا وبعضها ذو ألوان في غاية الجمال والغرابة. وتسعى هولندا حاليا لاستنبات الوردة الذهبية التي يكون لونها مشابها للون الذهب. هذه المسابقة تبدأ من شهر جويليا وتستمر إلى بداية أكتوبر، وهي مناسبة لمحبي الزهور الذين تكتظ بهم الحديقة هذه الأيام. نبذة تاريخية عن زهور الخزامة التوليب. تعتبر تركيا الموطن الأصلي لزهور التوليب، وبالتحديد في شرق تركيا، فكلمة توليب هي تحريف لكلمة تولنيت التي تعني بالتركية عمامة السلطان، فزهرة التوليب تتشابه مع عمامة السلطان العثماني، لذلك اكتسبت الرفعة والأهمية. ثم نقلها العثمانيون إلى إسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت، حيث كانت تزين قصور السلطان وبيوت صفوة المجتمع العثماني. واختفت هذه الزهور لفترة بعد حدوث ثورة قضى الثوار حينها على أزهار التوليب. وانتقلت التوليب إلى أوروبا من قبل الدولة العثمانية عام 1636، وبدأ تداولها ودخولها في سوق المال والربح منها، وحدث ما سمي جنون التوليب الذي اجتاح باقي دول أوروبا. وكانت تشترى بصلة الزهرة بثمن أجر عامل وأسرته لمدة 6 أشهر. ولسوء الحظ أصاب فيروس خاص بأبصال التوليب أدى إلى قلة زراعتها التي قربت على الاختفاء من أوروبا، وأفلس بعض رجال الأعمال. لكن هولندا هي الدولة الوحيدة التي استمرت في زراعة هذه الزهرة، بل وطورها تشارلز دي لوكولوس، وجعلها تتحمل صعوبة المناخ والبرودة ومقاومة الفيروسات عن طريق التنظيم والعناية الفائقة لتراها بشكلها الحالي. وتزرع زهور التوليب في آخر الصيف أو أول الخريف في شهري أكتوبر ونوفمبر، ويتم حصادها في شهر مايو في فصل الربيع. وتتنوع زهور التوليب بمختلف الألوان كالأحمر والوردي والأرجواني والأخضر والأصفر، كل هذه أنواع مختلفة من التوليب، فلها أكثر من 150 نوعا. وهناك أنواع خاصة سميت تيمنا لأدميرالات بحرية هولندية، فهي رمز الفخر والرفعة. وبالرغم من أن ازدهار تركيا في زراعة التوليب حاليا، تتصدر هولندا المركز الأول في تصدير التوليب ونباتات نادرة، كما أنها تجذب السائحين وتعتبر مكان جذب يدر أرباحا سياحية أيضا. تصنف هولندا على أنها قلب قطاع زراعة الزهور في العالم، وتمتلك شبكة معقدة وعالية الجودة من الشركات التي تتراوح بين شركات تهجين وزراعة الزهور وشركات خبراء بيعها وتصديرها، وتمثل جميع جوانب هذا القطاع. وتضم شبكة الإمداد العناصر التالية: مزارعو الزهور، مزادات الزهور، تجار الزهور، مزودو الخدمة اللوجستية، وتجار الزهور. وتقدم هولندا نسبة تقدر بحوالي 40.3% من الإنتاج العالمي للورود، والتي تعود على البلاد ب 3.2 مليار دولار أمريكي، حيث بدأت زراعة الورود في هولندا في منتصف عام 1970. وأشهر الأماكن التي يمكن أن نجد فيها الورود فهي كالتالي: كونكوهوف التي تحتوي على 7 ملايين زهرة، أهمها زهور الأقحوان والزنبق والنرجس والقرنفل، حيث تعتبر كونكوهوف معرضا دوليا للزهور. فلورياد معرض عالمي للزهور والأشجار أيضا، يعقد كل 10 سنوات لعرض الزهور والأشجار الهولندية، وسوف يعقد المعرض القادم في العام 2022.
سوق الزهور في أمستردام، يتم عرض الورود في هذا السوق على عامة الناس وعلى طول قناة سينجل الهولندية، حيث يعرض في السوق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزهور، مما يجعل هذا المكان من أكثر الأماكن الملونة في أمستردام. فلور هولاند هو بمثابة مزاد للزهور، حيث تعرض فيه منتجات الزهور الهولندية، ويعتبر من أكبر مزادات الورود في العالم. أكبر شركة في العالم لمزادات الزهور والنباتات هي شركة هولندية، ويعمل في الشركة 4100 موظف، وبلغت قيمة مبيعاتها 4 مليارات يورو عام 2010، وتبيع كل يوم 34.5 مليون زهرة و2.3 مليون نبتة. تنتج هولندا 4.32 مليار بصيلة خزامة سنوياً، و53% منها تنمو لتصبح زهوراً مقطوفة، ومن تلك الكمية تباع 1.3 مليار بصيلة أو 57% في هولندا كزهور مقطوفة، بينما يتم تصدير الباقي وهو ما مجموعه 630 مليون بصيلة خارج أوروبا. يوجد في مدينة السمير الهولندية أكبر سوق للزهور في العالم، وتعتبر كولومبيا ثاني أكبر مصدر للزهور في العالم. حديقة كيكونكوف، ويطلق عليها حديقة أوروبا، وهي أكبر وأجمل حدائق الأزهار في العالم، تقع بالقرب من أمستردام العاصمة الهولندية. يتم زراعة 7 ملايين زهرة في كل عام، وتفتح أبوابها للزوار من أواخر شهر مارس إلى منتصف ماي. تضم الحديقة أيضاً أكثر من 100 نوع من أزهار الزنبق، التي وصلت أعدادها لأكثر من 4.5 مليون زهرة، وأكثر من 2500 شجرة من أكثر من 87 نوعاً مختلفاً من الأشجار. مهرجان الزهور في هولندا، ويطلق عليه موكب الزهور، يقام سنوياً في أكثر من مدينة هولندية، ولكن أهمها والأكبر في العالم، وهو الذي يقام في مدينة زوندارت. حقول التوليب في هولندا الرائعة التي تميز هولندا عن غيرها من الدول بهذه الحقول للتوليب، فهي روعة الألوان وجمال الطبيعة في طريق التوليب الذي يسمى بلويمن روت، حيث أن للتوليب علاقة بهولندا منذ قديم الزمان، حيث بدأت زراعة الزهور في هذا البلد عام 1593، حيث شهد هذا العام غرس أول زهرة توليب في هولندا. وبدأت تلك الزراعة تزدهر تدريجياً حتى أصبحت زهرة التوليب عنواناً ورمزاً لهولندا، حيث بلغت الزراعة أشدها في تلك الفترة باسم توليب مانيا، حيث تعتبر منطقة بلويمن رود اليوم شاهداً على جمال حقول التوليب الهولندية. بلويمن رود هو طريق من حقول التوليب الممتدة من منطقة هارلم في شمال هولندا، حيث منطقة لايدن. يشكل طريق بلويمن رود روعة جمال المناظر، ليكون لوحة رائعة تتكون من أزهار التوليب التي تمتد على طول الشارع بمساحة متسعة. ويعد طريق بلويمن رود موقعاً مثالي ومفضل لمحبي الصور والتصوير، خصوصاً عند الغروب، حيث يتواجد بجانب زهور التوليب العديد من الأزهار المختلفة ذات الألوان الجميلة والروائح الزكية. مهرجان الطبيعة يبدأ كل عام في أواخر شهر جانفي مهرجان يسمى باسم مهرجان الطبيعة الملون،
حيث تنمو أزهار الزعفران وأزهار النرجس وكذلك الزنبق في شهر ماي. تبرز أزهار السوسن والتوليب لتكمل لوحة فنية رائعة مع الأزهار التي سبقتها بالنمو، حيث يصطف الباعة على جنبي الطريق ليقوموا بعرض أجمل إنتاجات مزارعهم في الحقول التي تعود لهم بالربح والنفع وأرباح تتجاوز المليار دولار سنوياً. زائر مهرجان الطبيعة في تلك الفترة سيثير انتباه مشاهد صناعة الزهور والورود في هولندا لمشاهدة أول حقول التوليب الجميلة، وكذلك مناظر البيع والشراء في المزادات وعبر الحدائق العامة من قبل الباعة المزارعين. كما يمكن لزوار المهرجان قضاء بعض الوقت في مدينة هارلم أو مدينة لايدن التي تنتهي فيها حقول التوليب. يرى كثير من رواد السياحة والسفر أن طريق حلوق التوليب بلويمن رود أحد أجمل الطرقات في العالم، وزيارته هي متعة حقيقية لمشاهدة الزهور الواسعة على هذا الطريق الذي يمتد لمسافة 40 كيلومترا، وكذلك الرائحة الجميلة التي تستنشقها من عبق الزهور الذي تصنع منه أفضل العطور في العالم. تحتفل هولندا ما بين 7 أفريل و8 مايو بواحد من أهم مهرجاناتها الفنية، وهو مهرجان زهور التوليب. ومن المعلوم أن هولندا تمتلك أكبر المزارع بالزهور في العالم، حيث تبلغ نحو 100 كيلومتر من الطرقات، وتحتوي على 2500 هكتار من هذه الحقول، كما تمتلك أطول طريق مزروع بأزهار التوليب في هولندا. قد اختارت مجلة ناشونال جيوغرافي طرقها كواحدة من طرق العالم الأكثر جمالاً، حيث هناك ما يقارب 5000 هكتار من الزهور الحمراء والصفراء، وهذه الحقول منتشرة في شرق البلاد وجنوبها. في كل عام في فصل الربيع يزور هذا المهرجان جمهور عشاق الزهور، حيث يقوم بعضهم بقيادة سياراتهم من أجل أن يشاهدوا روائع الطبيعة المزهوة بالزهور، ويتخلل هذه الطرقات المزروعة بالفعاليات الكثيرة، ويمكن للجمهور أن يقتطف زهور التوليب الجميلة، كما يمكن التمتع بمناظرها الخلابة ومن بينها زهور نادرة وفريدة. وهناك قسم من الجمهور يفضل زيارة هذا الطريق من خلال ركوب الدراجات الهوائية، وهذا الطريق يطلق عليه الحدائق ويبلغ طوله 16 كيلومترا. وتحرص هولندا قلب قطاع زراعة الزهور في العالم على استمرار هذا المهرجان الذي يقبل عليه آلاف من عشاق الزهور
من أنحاء العالم للتمتع برؤية الورود والزبانق والزهور. كما يعتبر هذا المهرجان أكبر تجمع للألوان، لذلك تزدهر السياحة في هولندا في شهر أفريل بمناسبة انعقاد هذا المهرجان. إنه عيد الربيع والزهور في هولندا، كما هي مناسبة لمشاهدة معارض الرسم والمتاحف والأماكن السياحية الأخرى. تشتهر هولندا بزراعة الزهور وتصديرها لدول العالم، وخاصة أزهار التوليب الرومانسية، حيث ستشاهد خلال هبوطك بالطائرة في مطار شيفول بالعاصمة أمستردام، وستنبهر بجمال الألوان الراقية الخلابة. مزاد بيع الزهور في هولندا. مزاد بيع الزهور في مدينة السمير الهولندية يعتبر أضخم سوق لبيع الزهور في العالم، فالمخزن الذي يعقد فيه هذا المزاد تزيد مساحته عن 500,000 متر مربع، مع العلم أنه في كل يوم تصل إلى السوق 20 مليون زهرة من داخل هولندا ومن خارجها. وعلى سبيل المثال، فهناك زهور تصل من كينيا في إفريقيا ومن الإكوادور في أمريكا الجنوبية. أهلاً وسهلاً بكم في أكبر بورصة في العالم لبيع الزهور. نحن هنا في مدينة السمير الهولندية، وهنا ثم حركة نشيطة للمزارعين والتجار والمصدرين والمستوردين لمنتوج الأزهار. كما ترون فهناك مئات من أنواع الزهور الصغيرة والكبيرة من أنواع التوليب والزهور الهولندية أو العالمية، ويصل رقم المبيعات يومياً إلى 20 مليون زهرة في اليوم. هذه البورصة ليست لتداول الأوراق المالية والأسهم، إنما هي بورصة ومزاد علني لبيع الزهور، أما بالحضور الشخصي أو الشراء عبر قاعدة البيانات الموجودة في غرف الإنترنت على موقع الشركة الهولندية. هذا الجناح يمكن للزوار أن يتعرفوا على طريقة بيع الزهور، وإن يروا عمليات التبادل بين المزارعين والتجار والمستوردين والمصدرين لأزهار هولندية وكولومبية وكينية وغيرها. في مؤسسة رويال فلورا هولندا، 90% من سوق الأزهار تمر عبر هذه الشركة التي تضم صالات للعرض بحوالي 5,000 مشترك و 9,000 مكلف بالإمداد و 3,500 زبون و 4,500 عامل. وهذا السوق يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خلق قرابة 150,000 وظيفة في العالم. تتم عملية بيع الزهور بأسلوب هولندي فريد، حيث يوضع سعر مرتفع لعربة الزهور، وتبدأ ساعة رقمية عدا تنازلي من الرقم 100، وكلما انخفض رقم الساعة انخفض سعر العربة الزهور. خلال ذلك أول مزايد يطلب العربة حيث تكون له. طبعا بعض المزايدين قد ينتظر حتى ينخفض السعر أكثر فتكون النتيجة أن تضيع العربة منهم، عندما يسبقهم مزايد ويطلب العرض. لدينا أزيد من 4,000 عامل في هذه البورصة، وعملية الشراء الخاصة بالورود يمكن أن تتم بشكل مباشر من هنا أو من غرف النات الخاصة، حيث يمكن لأي شخص من موسكو أو ميلانو أن يشتري الورود، وهذا بواسطة الإنترنت. وأملنا كبير في تطوير عمليات البيع أو الشراء بالإنترنت من أجل الدفع بهذه الصناعة العالمية. واحدة من بين 3 زهور تأتينا من خارج هولندا، حيث لدينا استثمارات في بلدان أخرى مثل كينيا في إفريقيا التي تأتي في المرتبة الأولى في استثماراتنا في الخارج، وهي بلد مهم لإنتاج أزهار التوليب.
Export of Kenya. It's not all going to. ثمة الكثير من أنواع الأزهار تأتينا من الخارج كإثيوبيا وأوغندا وموزمبيق. إلا أن ثمة أشياء تؤثر أحيانا على الإنتاج كحال الأوضاع السياسية التي تمر بها أحيانا تلك البلدان. ومع ذلك فهي بلدان مهمة في تصنيفاتنا. وعلى سبيل المثال قيمة المنتوج الذي يأتينا من أوغندا هو 22 مليون يورو. إننا نطمح لتطوير منتوجاتنا دوما التي تحوز على ثقة الزبون لأننا نمنح زبائننا ضمانات معترف بها عالميا. لقد رأيتم الكثير من الوسائل اللوجستية التي تسهم في إعطاء أهمية لعمليات البيع في هذه البورصة والسماح للزبائن بالتعرف على أجود المنتجات، وليس فقط بالطريقة المباشرة ولكن أيضا بما توفره لنا شبكة الإنترنت، حيث يتمكن الزبون أن يعرف كل شيء على الزهرة التي يشتريها. لدينا أسواق واستثمارات في العديد من دول العالم كإفريقيا والصين والبرازيل، ونحن نهتم بأسواق جديدة في ماليزيا وفيتنام. كل المنتجات الخاصة بالزهور تأتينا من هولندا، ونحن نقوم بتوزيعها لكل دول العالم. فثمة بلدان لديها إنتاج قوي كدول إفريقيا، لكن أسواقها تبقى ضعيفة عكس روسيا التي لديها سوق كبيرة ولكن إنتاجها قليل. لدينا طلبات من بلدان الشرق الأوسط، ففي هذه البلدان ثمة دول لديها نمط معيشي عالي كبلدان الخليج العربي، وهي أسواق مهمة لنا وتستهلك الكثير من منتجات الأزهار. تستمر رحلتنا حول هولندا وتستمر الملاحظات ويستمر التصوير في بلد صغير في المساحة وبلد كبير في الجغرافيا السياسية والاقتصادية. فإلى اللقاء من محطة أخرى من هولندا.